مره كنت قاعده مع شخص وبعدين كل شويه موبايله بيرن وبعدين بيقلبوا على وشه. هو انت من بتوع بيقلبوا على وشه؟ لا لا انت مذاكر بقى. لا لا بس انا ملم بالسوق اللي حواليا، عارف مين بيعمل ايه كويس. في حاجات تانية عامه غير ان انت تقلبيه على وشه، ممكن نسيته في البيت اصلا عادي. وايه كمان؟